كون ما تخليوش الامور ديالكم غاديه بالصدفه، وما تبقاوش تسمعوا لذاك بزاف لذاك الصحافه اللي كتقول راه ما كاين والو، راه ما كاين حتى حاجه، راه لا حنا بلادنا بلد قوي، بلد كذا، بلد راه ما كاينش اللي غيعقل عليك. نهار كيطيح كيف ما كنقولوا الثور كيكثر الجناوه، فحاول ما امكن ما تكونش انت داك الثور اللي غادي يطيح. حاولوا ما امكن تخدموا عقلكم الا كنتو كوبل، تشاوروا مزيان باش تمشيو تافونسيو مزيان، تحافظوا على الحياه ديال ولادكم. كنتي ديال راسك كذلك حاول ما امكن تكون ديما بالسكادو ديالكم موجود، انك تقلع في اي لحظه، فديما غير الحضر. انا اخواني اخواتي مرحبا بكم مره اخرى في قناه التحدي. اليوم جيت نهضر على حيت بزاف ديال الاجوبه في يوتيوب ولا حتى في تيك توك كيقول لك كيفاش نقدروا نحميو راسنا من 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 التضخم، او ماشي عمليه تعويم او عمليه نزول ديال العمله، كيفاش نقدروا نحميو راسنا وكيفاش نقدروا نحافظوا على كيف ما كنقولوا شق العمر. بزاف ديال الناس خدمات وتعبات وعيات في حياتها باش انا تجمع واحد الكميه ديال الفلوس باش تضمن التقاعد ديالها ولا تضمن واحد الحياه كريمه، ودابا كتلقاها خايفه حيت العملات بزاف ديال الدول العربيه نزلات، معرضه للنزول في جميع انحاء العالم. فاسهل طريقه هو ان الانسان يحاول ما امكن ما يخليش عنده الفلوس كاش، قصدي ما تخليش بزاف ديال الفلوس في البنك ناعسة. دابا مثلا عندك واحد 80 مليون 100 مليون 20 مليون ولا كذا، حاول ما امكن تجبد واحد الجزء منها، تحول واحد الجزء منها للعملات مختلفة، مثلا شوية ديال الدولار، شوية ديال الاورو، شوية ديال العملات الرئيسية، العملات اللي مازال عندها ثقة، واخا تنزل بعد على الاقل ما غاش تنزل النزول ديال بحال اللي وقع في مصر ولا اللي وقع في بزاف ديال الدول العربية بحال سوريا، بحال اليمن، بحال بزاف، واللائحة مازال غادية مطولة، فما عرفناش غدا شنو كاين. اكيد كاين واحد الانهيار مالي، هذا ما يخدكوش فيه الشك. فخذوا شويه ديال العملات الرئيسيه، كذلك خذوا شويه ديال الذهب، واخا لا بلوبار كيقول لك هو الذهب اللي عندنا حنا ديال المجوهرات مغشوش، ولكن كما كان الحال بعدا تخبع فلوسك، حتى الا خسرتي ما تخسرش بزاف. اما الفلوس الا بقات كاش ورقيه فيها شويه ديال الصعوبه، وحتى الفلوس الورقيه يعني العمله ديال البلاد خليو معاكم شويه، باسكو ما كتقدرش تعرف، ما كتقدرش تضمن واش ابنك مازال غادي تقدر تستمر ولا لا، لان بعد ما شفنا هاد العمليه ديال البيع ديال السندات ديال الابناك، يعني ان الابناك ما بقاتش عندها سيوله، سواء اللي تسلف لعباد الله سواء اللي غتخدم بها في المارشي، فهي كذلك مهدده للافلاس في اي لحظه. وما يقول لك شي واحد حقا راه بنكه قد هادي ولا، بعض المرات كتكون افلاسات مخدومه، يعني هذوك الناس البنكه كيديروا فيلم واحد جوج ثلاثه كيديروا افلاس، وراه ما كاين لا افلاس والو، دوك الفلوس ديال عباد الله كيديوها كيزيدوا مع الطريق. هاد القضيه وقعت في بزاف ديال الدول، تقدروا ترجعوا مثلا غير اليونان كان افلاس دوله، ولكن كانت افلاسات اللي كتسمى الافلاسات المفبركه، اللي واحد المجموعه من الناس بحال مثلا مادوف بقى كيبني في الشركه، يبني في الشركه كانت خدامه مزيان، كل شيء كان غادي مزيان، واحد النهار جمع وطوى ودا معاه شركات كبيره، ليمان براذرز خدم معاه شركه اللي كانت ضخمه، اللي كانت فاش كتقول في امريكا هذه ما عمرها غادي تهبط، كان كلشي كيبقى يضحك عليك وكيقول لك شنو كتقول. فالكلام حنا اللي كنقولوا، انا ماشي خبير اقتصادي كنقولها وكنعاودها، ولكن فقط للتنبيه وفقط الانسان باش يكون رد البال ويحترز. يعني ما كنقولكش دير هذه القضيه هذه هي اللي كاينه، ولكن على الاقل نوع. قال لك فو با ميتر لي زو كلهم في سله واحده، يعني لا تضع بيضك كله في سله واحده، سلات مختلفه، هذيك لا تلعصا، هذه على الاقل غيبقى فيها شويه، الاخرى غيبقى فيها شويه وانت عايش. اما فاش كتكون كتكل على حاجه وحده وكتحط فيها كل فلوس دقه واحده، نهار كتهود الله يحفظك كتلقى راسك واقف تماما. شويه ديال الذهب تخبعوه ميم طون، الا كانت عندك الزوجه ديالك ولا الام ولا اخواتك، هما كيستعملوه حتى هما للزينه، وميم طون انت مخبع فيه فلوسك. و الا لقيتي الذهب ديال الصافي 24 قيراط او 22 الفوق، هذيك تكون حاجه مزيانه، تكون حاجه احسن. حاجه اخرى، كاين تقدروا تخبعوا الفلوس ديالكم في اراضي، بحال دابا الناس اللي عندها شويه فلوس كثيره، علاش ما تشريش مثلا شقق اقتصاديه ديال 25 مليون
وغادي تكريها بواحد الثمن ديال 1500 درهم 2000 درهم ولا كذا. ها هي عندك منها مدخول قار و ميم طون الملك كيبقى في بلاصتو ما عنده فين غيتحرك. تيني هبط الدرهم ولا طلع ولا شنو موقع العقار راه عندك تما. يعني في أسوأ الظروف ها هو عندك تما، تمشي حتى تسكن فيه انت ولا تعطيه لشي واحد من العائله ولا راه تما. واحد النهار غادي يتباع وواحد النهار على الاقل غيحافظ على القيمه ديالو، وحتى الا نزل النزول ما يكونش بروتال. ف كنزيد ناكد على ان الناس كلها اللي حاطه فلوسها في البنك ولا عندها فلوس كثيره تحاول ما امكن ما تعتمدش بزاف على البنك في هذه الفتره هذه، لان حتى حاجه ما ثابته. الامور كتغير كل نهار، كتخرج هضره كل نهار، كتخرج حاجه. الناس للاسف اللي في مراكز القرار الناس ما كيفهموا توزع، يعني غير معديين على التسيير. وديما قال لك حينما تولى الامور لغير اهلها فاعلم ان الساعه قائمه. هاد الناس هادو وما كنهضرش غير على المغرب، كنهضر على بزاف ديال الدول العربيه وحتى الدول الاوروبيه كذلك. عندك يسحبكم على ان امريكا تدار بشكل جيد. امريكا راه كيديروها ناس في الخفاء، ماشي الناس اللي في الحكومه. الناس اللي في الحكومه راه ماشي ضروري انهم يكونوا، الا شفنا بزاف ديال الناس في الحكومه الحاليه في امريكا كيخربقوا. راه كون ما كانوش خبراء داخل الدوله الحقيقيه كون راه حتى امريكا شحال هذه هودات. فمستويات الديون كتزيد تكبر، والغول الى قدرنا نسميوه ديال الديون كياكل عرق الشعوب وكيهلك الاقتصادات في العالم كامل. زائد الحرب ديال اوكرانيا، زائد شح مصادر الطاقه، زائد كيف ما قلتو كنعاود القرارات ديال الناس مراد في مراكز الحكم، هي اللي كتخلي على ان الغني سوف يزداد غنى والفقير سوف يزداد فقرا. والخوف هنا ماشي على جوج ديال الطبقات، لان الخوف ما عمرو كيكون على الطبقه الفقيره، لان كيقول لك بنادم انا فقير ما عندي ما نخسر، وعنده الحق. يعني الفقير في النهايه ما عنده ما يخسر، ربما غادي يزيد يعاني واحد شويه اكثر، ولكن هو كيكون موالف على الازمه وموالف على المصائب اللي دازت عليه في حياته ومازال كدوز عليه مسكين. وعندك الطبقه الغنيه هذيك عاود حتى هي ما مسوقاش، ولكن انا هنا كنهضر مع الطبقه المتوسطه. الطبقه المتوسطه هي اللي كتكون عايشه واحد الحياه ماشي فقيره وماشي غنيه، كتكون عايشه في الوسط. هاد الطبقه هذه كتقدر تاثر عليها الازمه بشكل كبير جدا، لان هاد الطبقه هذه الى حلت عينيها وتحركت وعرفاش كيفاش تتصرف كتقدر دير الفلوس وتطلع للطبقه الغنيه. والا ما عرفاش تتصرف فحتى ديك الطبقه الوسطى غادي تفقدها، يعني غادي يهود المستوى ديالك. فلهذا انا ماشي كنخلع، انا غير كننبه وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فشما في اي حاجه ديما نبه وقول الانسان رد البال، حل عينيك، خدموا دماغكم، ما تخليوش الامور ديالكم غاديه بالصدفه. وما تبقاوش تسمعوا لذاك بزاف لذاك الصحافه اللي كتقول راه ما كاين والو، راه ما كاين حتى حاجه، راه لا حنا بلدنا بلد قوي، بلد كذا، بلد راه ما كاينش اللي غيعقل عليك. نهار كيطيح كيف ما كنقولوا الثور كيكثر الجناوه، فحاول ما امكن ما تكونش انت داك الثور اللي غادي يطيح، لان في الحضيض حتى واحد ما كيعقل عليك. نفسي حاولوا ما امكن تخدموا عقلكم. الا كنتو كوبل تشاوروا مزيان باش تمشيو تافونسيو مزيان تحافظوا على الحياه ديال ولادكم، كنتي ديال راسك كذلك حاول ما امكن تكون ديما في الساكادو ديالكم موجود انك تقلع في اي لحظه. فديما غير الحذر، انا ما كنقول حتى حاجه، كنقول غير الانسان يرد الحذر، لان الامور لا تبشر بالخير. وماشي انا اللي كنقول هذه الهضره، الخبراء هما اللي كيقولوا هذه الهضره. تحياتي للجميع وكنتمنى لكم كل خير ان شاء الله، بدايه اسبوع موفقه. تحياتي.